ينضم إلينا من بيروت الدكتور جاسم عجاقة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية. دكتور جاسم، أهلا وسهلا بك ضيفا معنا على القاهرة الإخبارية. وبداية، أزمة الديون بالتأكيد هي أزمة متفاقمة بالنسبة لدول العالم أجمع. قادت مجموعة العشرين في بيانهم بالأمس ركزوا عليها بالأمس في البيان. كيف تصف لنا خارطة هذه الديون في العالم حاليا، وبالأخص بالنسبة للدول النامية؟ تحية لك سيدي الكريم، تحية للمشاهدين. أنا أشكرك على هذه الدعوة الكريمة. في الواقع يعني مشكلة الديون هي مشكلة كبيرة جدا، ليس فقط في الدول النامية ولكن أيضا حتى في الدول المتقدمة. في الدول النامية نحن نعلم أن الأزمة كانت موجودة في الأساس ما قبل فيروس كورونا، وكان هناك محاولات عديدة لمساعدة هذه الدول ولكنها لم تكن متفاقمة بالشكل الذي هي عليه اليوم. بعد فيروس كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا، أوضاع الدول النامية يعني تدهورت بشكل كبير، ونحن نعلم أن هناك استحقاقات هائلة خلال فيروس كورونا. الفترة يعني في العام 2020 و21 كان هناك مبادرة لصندوق النقد الدولي، وكان هناك دعم لوقف دفع المستحقات في الديون، يعني تجميدها، ولكن هذا الأمر يعني لم ينفع كثيرا لأن الأمر عاد وتجدد مع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. اليوم يعني حقيقة هذه الدول تعاني جدا، الدول النامية تعاني جدا من هذا الأمر، والخارطة للأسف سيئة. الدول الأفريقية تحتل المرتبة الأولى في هذا العالم، ولكن ليس فقط في هذه القارة، ولكن أيضا عندنا العديد من الدول في القارة، في أمريكا اللاتينية، في آسيا، وحتى في الشرق الأوسط. ولكن هذه الأزمة أيضا تطال الدول الكبرى. هناك اليوم مخاطر هائلة فيما يخص مثلا الدين العام في إيطاليا. إيطاليا حقيقة وصل الدين العام فيها إلى 190% من حجم الاقتصاد، وهذا الأمر 190%. نعم، وهذا الأمر خطير جدا 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 بالنسبة لإيطاليا، لأن حجم اقتصادها كبير جدا. ويعني هذا الأمر بكل بساطة أن إيطاليا يعني لم يكن هناك من أمور معينة تتخذها، سواء كانت الدول الأوروبية الأخرى تجاه إيطاليا من ناحية مساعدتها، أو حتى على الصعيد الإيطالي، أو حتى على صعيد الدائنين عامة لتخفيف هذا الأمر. يعني هناك إيطاليا، هناك أيضا إسبانيا، هناك أيضا البرتغال، وهناك حتى يعني الولايات المتحدة الأمريكية. حتى لو كان الخطر على الولايات المتحدة الأمريكية أقل نسبة لهيكلية أو وضع الاقتصاد الأمريكي في العالم، ولكن حتى المديونية الأمريكية وحتى فرنسا وحتى بريطانيا، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية 31 تريليون دولار حجم المديونية حتى الآن. صح، هذا الأمر صحيح وهذا الرقم صحيح، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية الفارق بينها وبين الدول الأخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستقطب رؤوس الأموال، وعادة ما يمول العجز في ميزان المدفوعات والعجز في الموازنة يمول يعني من التدفقات المالية الهائلة التي تدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال، بورصة نيويورك لوحدها، بورصة الأسهم في نيويورك تحوي على 60% من الاستثمارات في العالم، وبالتالي هذا الأمر يعني أن الأمر ليس حرجا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كما هو لباقي الدول، مثلا مثل فرنسا التي أيضا بدأ حجم الدين فيها يرتفع بشكل كبير. وحتى لو كانت ألمانيا معفية إلى حد معين، نحن نعلم أن ألمانيا يعني مع الحرب الروسية الأوكرانية تضرر اقتصادها بالطبع، وبدأت أيضا بتسجيل ديون.